بولندا تهاجم موقف النمسا الداعي إلى الحوار مع روسيا. رغم تراجع الواردات الروسية، النمسا تعلن عن اكتفائها من الغاز هذا الشتاء. المستشار يطالب وزيرة العدل تشديد قانون استغلال الأطفال جنسياً. السجن 15 عاماً لسوري طعن زوجته في النمسا العليا. متفوقة على ألمانيا، النمسا تنجح بإجراء جراحة صمام القلب بالتنظير. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أعربت بولندا عن رفض تصريحات وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ بشأن إمكانية الحوار والتفاوض مع روسيا لإنهاء أزمة الحرب في أوكرانيا. ووصفت الخارجية البولندية تحرك شالنبرغ باتجاه الحوار مع موسكو بأنه سخيف، مقارنة إياه مع سلفه السابقة كارين كنايسل. وكان وزير الخارجية النمساوي قد دعا إلى الحفاظ على النهج المعتدل تجاه موسكو. يذكر أن الموقف المولي لروسيا لا يزال قويا للغاية في العديد من الدول الأوروبية ويمتد أحيانا إلى أعلى المستويات الحكومية. أعلنت شبكة إدارة الغاز في النمسا عن امتلاء خزانات الغاز، مؤكدة على خفض الاعتماد على الغاز القادم من روسيا إلى الثلث. وبحسب وكالة الأنباء النمساوية، أشارت الشبكة أنه بسبب ارتفاع درجات الحرارة انخفض الاستهلاك، حيث أن الخزانات ممتلئة بما يصل إلى 90%، وتوقع الخبراء أن الخزانات ستظل ممتلئة بنسبة تتراوح بين 40% إلى 60% بعد إبريل المقبل، فيما كانت في الشتاء الماضي 20% فقط. طالب كل من المستشار النمساوي كارني هامر ووزيرة العدل ألما زاديتش تشديد العقوبات على تداول المواد الإباحية للأطفال. وحسب وكالات الأنباء النمساوية، اتهم مكتب المدعي العام في فيينا الممثل الشهير فلوريان تايشت مايستر بالحصول على عشرات الآلاف من صور الاعتداء الجنسي على الأطفال. وقالت وزيرة العدل: علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لضمان عدم وقوع الأطفال ضحايا للعنف الجنسي، بحيث يكون القانون سابقا لوقوع الحدث. حكم على سوري بالسجن 15 عاما بعد أن طعن زوجته بسكين بدافع الغيرة في محكمة النمسا العليا. وبحسب صحيفة كرونا، نجت الضحية من الموت بعد تدخل ممرضة تصادف وجودها أثناء الاعتداء. وعندما سأله القاضي عما إذ كان القانون في سوريا يسمح بمهاجمة الزوجة بالسكين إذ عصته، قال المتهم: لا، عليك أن تصمت وتطلقها. فأجابه القاضي: إذا ليس هناك فرق كبير بيننا. وأكد المتهم للقاضي أن القيم النمساوية لا تعنيه بشيء. نجح مشفى جامعة إنسبورغ باستبدال صمام للقلب باستخدام كاميرا ثلاثية الأبعاد وبدون فتح الصدر، وذلك للمرة الأولى في الدول الناطقة بالألمانية. وبحسب ORF، كشف الأطباء أن هذه الطريقة هي ألطف على المصابين، كما أن الوقت الذي يستغرقه المريض لاستعادة لياقته يتقلص أكثر، حيث تم استبدال الصمام الأورطي بجراحة بسيطة باستخدام كاميرا ثلاثية الأبعاد عن طريق شق يبلغ طوله 3 سنتيمترات فقط. يذكر أن المشفى يجري ما يصل لألف جراحة قلب كل عام، نصفها يتعلق بالصمامات. كانت هذه نشرتنا لهذه اليوم. أمسية سعيدة، إلى اللقاء.